صباح الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم راح ندير معكم فطيرة الحليب تاع الصباح، فطيرة في المقلاة. نبداو على بركة الله المكونات اللي نحتاجوهم في الفطيرة تاعنا هذه. انا وهي عندي هنا نص كاس تاع حليب، عندي 150 غرام تاع فارينة، عندي زوج مغارف كبار تاع السكر مع رشة من الملح، عندي حبة بيض، عندي فانيلا، عندي كيس تاع خميرة حلويات، نحتاج مغرفة كبيرة تاع كاكاو. نبدأ على بركة الله. أنا نكسر البيضة تاعي، ندير لها رشة تاع الملح، ندير لها السكر، نخلط المكونات. نضيف الفانيلا، نضيف الحليب، نص كأس حليب، ثم نخلط مع بعض البيض والسكر ورشة تاع الملح والحليب والفانيلا. نخلط جيدا باش يدوب السكر تاعي. هنا اللي تحب الحلاوة تقدر تضيف السكر، انا يعني اكتفيت بزوج مغارف تاع سكر. هنا انا الفرينة تاعي راهي مغربلة، نضيف كمية، نضيف معها الكيس تاع الخميرة، نخلط كلش مع بعض. عفوا كنت نصور تحليل هاتف. كيما نخلط الفرينة تاعي مع البيض والحليب والسكر ورشة الملح والفانيلا، انا كيما نخلطهم مليح ونرجع. هنا انا بعد ما خلطت الفرينة تاعي مع البيض والسكر والفانيلا تحصلت على هذا الخليط. هنا نزلت ما كملتش الفرينة تاعي كامل، ناخذ كمية من الخليط تاعي هذا، نضيف لها الكاكاو، هذه كمية دير لها الكاكاو، مغرفة تاع كاكاو. هذا الشكل، ونخلط. اذا شتو جاني شويه جمد لي نضيفو شويه حليب باش يجيني الخليط شويه مش جاري جاري ومش ناشف عادي، باش نزين بها الفطيره تاعي. انا هنا نكمل الفرينه تاعي، انا كما نخلطهم بعد نرجع. انا هنا بعد ما كملت الخليط تاعي تاع اللي ضفت له الكاكاو خلطته مليح ودرته في الكيس الحلواني كما راكم تلاحظوا. درت جبت كاس ودرت فيه الكيس الحلواني وفرغت فيه الخليط تاعي. هنا الخليط تاعي الثاني ها صار جاهز. ناخذ مقلاه ندير ندهنها بالزيت ولا بالزبده كما تحبي. هذا الشكل. دوك انا نفرغ الخليط تاعي هنا، نفرغ الخليط تاعي في المقلاة ونسويه
دوك نسويه مليح ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض. هنا انا راني سويت الخليط تاعي الابيض في المقلاس كما راكم تلاحظوا. هنا الكيس تاعي راني خرجته باش تخرج لي العجينه تاعي هذه السوداء. بسم الله نحاول انا نقطعها مليح. هذا الشكل نجيب كيردون كما راكم تلاحظوا وندير خطوط هكا. نتمنى الصورة تكون واضحة. بهذا الشكل انا هنا دوك نحط المقلاة تاعي على نار قليلة ونغطيها بعد نكمل معاكم. ها كيما راكم تلاحظوا هنا بدات تنشف لي الكيك السفنجة تاعي كيما راكم تلاحظوا. دوك انا نقلبها ونكمل نطيبها ونرجع لكم. هنا هاي لكم الكيكة تاعي بعد ما كمل طيبتها كيما شفتوني. هذا هو شكلها النهائي يعني قلبتها برك باش خذت لي هذا اللون الاصفر اللي راه من الفوق وصارت جاهزة. هنا يعني تحبوا تقدموها تخلوها كيما راهي وتقطعوها وقت تحبوا ديروا لها سكر كلاصي. يعني هنا التزيين يبقى اختياري. انا يعني هنا راح نخليها هكا ودوك نشوف افراد العائلة تاعي. دوك نكمل نسقسيهم ونعاود نرجع لكم ونقطعها باش تشوفوا شكلها من الداخل كيفاش يجي. هنا راني رشيتها برك بشويه كاكاو شويه سكر عادي. هاني قطعتها هاو كيفاش تجي من الداخل. تجي خفيفة وشوشة وتجي ذوقها رائع يعني مليحة تشربوا بها الحليب الصباح يعني ولا تغدي ديريها لجلك ضيف على غيله ولا القهوة تاع العشية يعني اللي يشربوا القهوة تاع العشية. انا هذه درتها القهوة تاع الفطور تاع الصباح كما راكم تلاحظوا. نتمنى يعني تجربوها وتعطوني اراءكم عليها. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم. شراينا الاجابه. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم في العدد وكتبوا مراجعه القناه. ادعوكم الاشتراك بها وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.